صباح النور، صباح السرور. الغزالات ديالي كي دايرين مع الصحان؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله، وتكون اموركم هانيه وتكونوا فايقين ناشطين ضاحكين ماشطين. هو الغزالات ديالي بللت وجهي، غادي ندير كوماج. لحقاش دابا شي 3 ايام ما درتش كوماج لوجهي، فغادي ندير الكوماج المفضل عندي اللي تيبقى تيدير لكم بحال اون سوم بيلينغ، ما فيش الحبيبات بزاف. قماش اللي زوين بزاف وفي مكونات عديده ومكونات نادره. طبعا قولوا لي اش من قماش علاش هضري، تنهضر على ديرما بور ديال دعاء كوزميتيك. المهم هذا القماش هذا اللي زوين بزاف، تيحيد الشوائب ديال البشره، تيحيد القشور اللي كانوا لك القشور في اللي كانت لك الهورن هاوت في البشره، تيحيدها، تيحيد داك التعب من البشره، تيعطي واحد الاشراقه واحد النضاره للبشره زوينه. المهم قماج اللي زوين بزاف هذا غتلقاوه عند دعاء كوزميتيك. وبالنسبه للبنات اللي تيسولوني دائما، راه تنحط لكم اللين ديال خارج المغرب راه بوحدو واللين ديال داخل المغرب راه بوحدو. المهم غادي نخليه واحد شويه في وجهي عاده باش غادي نبدا نقول. بعد ما داز تقريبا 3 دقائق تيجي بحال شي شويه تينشف على الوجه، تنبداو بحال هكا نفركو، تنبداو نقوميو في الوجه مزيان. هذا راه صالح للجميع انواع البشره، ومنها البشره الحساسه ما فيش دوك الحبيبات غلاظ، يعني راه ما غاديش يهيج لكم وجهكم ولا شي حاجه. صالح حتى البشره اللي فيها الروساشيا اللي فيها لحقاش مواد كلهم طبيعيه، وما فيه لا بارابين لا بارافين لا زيوت. قلت لكم ما فيه لا زيوت سيليكونيه لا حتى شي حاجه، لا بارابين لا بارافين لا حتى شي حاجه. من بعد تكونوا وصلوا للوجه، الا بقات لكم شويه ديال الخضوريه في صبعانكم هذه راه الماتشا. لحقاش هو فيه الماتشا وفيه زبده البابايا الخضراء وفيه الماتشا، والماتشا راه الفوائد ديالها للبشره عديده. غادي نغسل وجهي منه بعد ما قوميت، وغندوز لواحد المرحله اللي مهمه جدا جدا جدا. غادي ندوز لمرحله مهمه كما قلت لكم، هي مرحله ديال التونر. التونر البنات هذا راه فيه البودره ديال اللؤلؤ، وفيه فيتامين سي بواحد النسبه كبيره، وفيه فيتامين بي 5، وفيه فيتامين اي، وفيه كما قلت لكم بودره ديال اللؤلؤ. قول لي راه واكلتي البودره ديال اللؤلؤ اشنو فيه اخر؟ فيه الاكسترا ديال الجينسانغ اللي تيعاون بزاف انه تيسد لينا لي بور، تيجمع لينا لي بور اللي تتكون مفتوحه. تونر مرحله مهمه، الا قلتوا لي من 1 حتى 10 غنعطي 10 لحقاش مصاوب مزيان. تونر اللي زوين بزاف، المهم كتمسحي وجهك كل مره بعد الغسيل ديال الوجه، دائما تعودوا انكم تمسحوا وجهكم بالتونر باش تبقى البشره اللي تيتباعوا وتديروا امبول على وجهكم. تونر اللي زوين بزاف. ودابا بعد ما مسحت وجهي بالتونر غادي ندوز لديرما بير. ديرما بير البنات هي واحد الكريم تتإدرات الوجه، ولكن في نفس الوقت تتحيد منه البقع. هذه انتي تاش هي اللي مهمه مهمه مهمه. وهذا التونر كيف ما تشوفوا مائي، وعباره على العديد من الفيتامينات اللي كيعاون البشره انها توحد ليها اللون ويتفتح ليها اللون. تونر اللي زوين بزاف بزاف هذا التونر صراحه. كما قلت لكم البنات هو فيه الاحماض ديال الفواكه، داكشي علاش ما ديروش وتخرجوا ما تخرجوا لبرا. فيه الاكسترا ديال الكاليندولا، واحد الورده اسميتها الكاليندولا، راه معروفه انها تسكن الالم وكتعالج كتعالج الا كان شي بنت عندها الحميضار في الوجه، ولا شي بنت عندها مشاكل في البشره، عندها الورديه في البشره ولا شي حاجه. هذا الكريم هذا راه بالاكسترا ديال الكاليندولا كيعالج داك الحميضار ودوك الحساسيات اللي تتكون في الوجه، وفي نفس الوقت تيحيد الاثار ديال الحب الشباب، تيحيد الكلف، تيحيد الطبيع من الوجه. كريم اللي زوين ومصايب مزيان، هذا كريم مفتح للبشره غتلقاوه عند دعاء كوزميتيك. تيحيد كما قلت لكم الوجه اللي غير منسق ولا اللي غير موحد فيه اللون، هذا راه تيوحد اللون ديال الوجه. وكما قلت لكم فيه بزاف ديال فيه كذلك فيتامينات، فيه الهيلورون صويري اللي كيحمي ضد التجاعيد، يعني فيه بحال نقولوا 3 في 1. فيه بزاف الجينسانغ كما قلت لكم، فيه البودر ديال لي بيرل، فيه لي فيتامين اي، فيه فيتامين سي، فيه فيتامين ا، فيه بزاف. عامر لينشي ديالو عامر 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 فيتامينات، يعني وجهكم بحال تتشدوا دوك الامبولات، تيخلي واحد الفريسكيت في الوجه، تتحسي بوجهك فريش فريش فريش. هاد التونر البنات كنوصيكم عليه، زوين البنات ومصاوب مزيان، وفيه الفيتامينات بزاف، فيه الاوميغا 5، فيه الاوميغا 7، فيه الاكسترا ديال الجي
اللي تيتباعوا تديروا امبول على وجهكم طونر اللي زوين بزاف. ودابا بعد ما مسحت وجهي بالطونر غادي ندوز لديرمابير. ديرمابير البنات هي واحد الكريم تتادرات الوجه ولكن في نفس الوقت تتحيد منه البقع. هذه انتي تاش هي اللي غادي نستعمل تتشربها البشره بسرعه. هذه كنصحكم ديروها في الليل لحقاش في المغرب باقا الشمس ما ديروهاش وتخرجوا للشمس. هذه تدار غير من الليل الليل لحقاش فيها ماشي ضروري البنات الماكياج ولكن الاهتمام بالبشره شي حاجه اللي مهمه. الاهتمام بالبشره حاجه مهمه ماشي ضروري نديروا الميك اب ونديروا الماكياج كل نهار ونديروا ياك تي دير عشفار بحال ديالي راه بارك عليك بلا ما ديري الماسكارا لك تدير عشفر هذاك هو الماكياج عشفر لك كانوا عينيك بحال هكا عامرين دبان دبانه تميتين المهم الغزاله ديالي كما قلت لكم والله الا كيخلي واحد الاشراقه واحد الرطوبيه هاي ضرب اكسجين غتسطاي صدق الله العظيم لك تدير عشفر هذاك هو الماكياج عشفر لك كانوا عينيك بحال هكا عامرين دبان دبانه تميتين المهم الغزاله ديالي كما قلت لكم والله الا كيخلي واحد الاشراقه واحد الرطوبيه. قريت لينشي ديالو ولينشي ديالو مخدوم مزيان وتبارك الله على دعاء كوزميتيك وما تصنع لحقاش فعلا انسانه كتخدم بضمير وانسانه راه تنقولها دائما قدامها ومن موراها انسانه اللي تتف الوجه بالخصوص الطونر. هانا وفين قلتها لكم وعقلوا على كلامي البنات اللي شراو الطونر استعملوه صباح وعشيه الا كانوا عندكم المسامات مفتوحين بالاكسترا ديال الجينسينغ غادي تسدوا لكم المسامات. انا وفين قلتها لكم لحق الغزالات ديالي شوفوا شكون اللي معايا معايا منار ودايرين اختي عديسه العدس العدس جات تشوفني قالت لي باش غضيفيني قلت لها غنضيفك اختي بالعدس فيا تحيه لمنانوك الجزائر وتحيه الناس في الجزائر ولش يقول لعنب شوفوا عندنا كيهضروا الهضره على العدس المهم دايرين عديسه في الكوكوط خاصنا نخرجوا نشريو الخبز لحقاش عندي غير طوست ما عنديش الخبز نمشيو نجيبو خبيزات باش ندوزو ويا سلام ديالي بركه انا اللي قرب عيد الميلاد ديالي وغلطو نعطي لك اختي نعطي لك شوفي لي شكون اللي راسل لي الورد يا سلام يا سلام فايزه يا اختي يا اختي ما عرفتش شكون اللي صيفط لي الورد شوفوا الورد جات دقات عليا دابا الفيورايا وجابت لي هذا الورد ما عرفتش شكون اللي راسلو غنشوفوا انا وياكم شكون اللي راسل لي الورد ما نعرفش د اختي هذا راه الورد مصيبه صافي الورود اختي الورود انني احب الورود شكرا اختي فايزه شكرا شكرا عرفتوا اللي ريحه طالعه ريحه العدس عباد الله انا راه ملي كنتوحم على العدس هادشي علاش بقى عزيز عليا ها هو اختي العدس مبزر وحار وتشالابينيوس مرحبا بكم اللي بغى العدس يجي عندي يجي عندنا لماذا نحن هنا الغزالات ديالي اش كديروا اش كديروا انا اختي دابا حان الوقت انني ندير مساج وبما انني صيفطوا لي الكود برومو قلت نقولها لكم لحقاش عارفني علاش غنهضر اكيد لحقاش حفظتوني انا والفيلوفولين والحلبه وليت محفوظه لكم المهم الغزالات ديالي غادي ندهن من طبيعه الحال غير الباوا هذا ديال الصدر المبندر اختي اللي بغات الصدر المبندر فهذا تينفخ الصدر الشحوم ولا الدهون الغدد الدهنيه تتغذى بالفيلوفولين وبالحلبه وكتفرز لينا دهون اكثر. فبالنسبه للبنات اللي تيعانيو من صدر مترهل اولا مفشوش مترهل من طبيعه الحال ماشي غيعطيك الافي ديال البتيخه غيعطيك الافي واحد شويه ان تنفخ لك صدرك كيما تسناوش افي ديال البتيخه ولا ديال الليمونه ولا ديال التفاحه الافي القاصح هذاك تيديروا السيليكون ولوسيد ديال السيليكون راكم عارفين كريم ديال الصدر لي صراحه عجبني بزاف الريزولتا ديالو من شحال هذا وانا كنديرو وصراحه ما فيه حتى شي افي نيجاتيف اللي تخافوا منه لحقاش بعض البنات كما راه سبق ليا وقلتها لكم في السطوري اللي فات ملي كنت هضرت لكم على جير باور بعض البنات قالوا بان من بعد تيبدا يضرك صدرك هذه راه قلتها لكم حتى انا قلت لكم راه لا ضركم صدركم واحد شويه من حسيتوا بصدركم بحال تيضركم راه لحقاش الصدر تيتزاد في الحجم ديالو داكشي علاش يعطيك داك الاحساس بحال ملي تبغي وجهك لي غير
راه عادي جدا الا حسيتوا بداك الاحساس. المهم بلات كاينه بروموسيون ديال 40% ناقصين منه 40%، كتبوا في الكود برومو اكرام 40 وغتنقص لكم 40%. وكاين من طبيعه الحال ديال لي فيس ولي هونش هو هذا، هذا صراحه البنات ريحته زوينه، والبنات اللي عندهم الخفسات والبنات اللي عندهم المؤخره مسطحه وبغاو يربيو الشحوم فهذا البعلوكه تاع بنتي باقا فايقه ما بغاتش تنعس، حقاش نعسات ليا بالنهار ما نقولش لكم. المهم الغزال ديالي جوج برودويات كما قلت لكم، الستر اللي عند الستر مترهل مفشوش فلفله مشويه كما كان ديالي. المهم هذا راه تينفع بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم الصدر كما قلت لكم مترهل. شوفوا بلا ما تبقاو لحقا جربتهم قبل منكم، دوك الكريمات اللي اللي تشوفوهم اونلاين ديال بولند وديال الشينوا وديال امازون، دوك الكريمات جربتهم كاملين، حتى كريم ما عطاني ايفي، هذا هو اللي عطاني الايفي. وكاين هذا ديال لي فيس اولي هونش البنات، بالنسبه للبنات اللي عندهم رانا قلتها لكم الخفسات مؤخره. المهم بلاصه هذه اللي بغات تغلظها كاين هذا، هذا تيغدي كما قلت لكم الغدد الدهنيه بالفيلوفولين وبالحلبه اللي فيه، وتتزاد لنا الشحمه، تتزادوا لنا الدهون ماشي ربعة السوايع ديال العمليه ولا ما عرف جوج السوايع ولا ما عرف شحال تيولي لك صدرك قد هكا. انا تنهضر لكم على البديل، تنهضر لكم على البنات اللي بحالي، اما ما اما ما عندهمش فلوس باش يديروا العمليه، واما ما باغينش هما اصلا الافي ديال ممكن نهضر ولا غيتقلقوا مني الناس، ممكن يتقلقوا مني اللي دايره الفيلر غتقلق مني، من الاحسن بلا ما نهضر. ممكن الفرق كبير ما بين ديري جلوس ويعطيك الفوليوم حجم ديال شفايفك، فهذا ديريه وتفكريني وقولي شكرا انا اكرام وريتينا برودوي افيكاس للفم. لحقاش اش غنقول لكم، كاين واحد الفرق كبير ما بين الفم كما قلت لكم الجلوس هذا جلوس ديال جيرل باور عرفتو، تيعطيك واحد الفوليوم للفم، راه هو اللي درت باش نوريكم انا تنديرو تاع على حساب الترطيب، تيرطب الفم مزيان تيعطي واحد الترطيب. صراحه انا مع كل حاجه، كل راكم عارفين البنات من البدايات ديالي انا مع كل حاجه غاديه للطبيعي، يعني ندير جلوس يزيد ليا شويه في الشفايف عباد نمشي ندق في شفايفي باش نغلظهم ولا شي حاجه، انا شخصيا انا طيب الفم رائع جدا تحيد دوك القشرات، وانا من الناس اللي فمهم ديما ناشف وديما مقشر، فهذا تيرطب ليا فمي زياده على ذلك تيعطيك الفوليوم. الا كنتي غاديه معروضه غاديه لشي بلاصه بغيتي تزيدي في الفوليوم ديال فمك وبغيتي تزيدي شويه في الطرش على الناس، لقاش كاينه اللي عندها الشفايف رقيقين وخاصه الفيلر باش يتهزوا ليها شويه. هذيك انا ماشي ضد، يعني انا ماشي ضد الناس اللي تدير الفيلر ولا اللي تدير، غير تنقول اللي عنده فمه مقاد ولا الشفه الفوقانيه مع التحتانيه مقاده بلا. والغزالات ديالي ما تنساوش كاين كود برومو ديال 40% بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف، هادشي انا علاش درت ستوري ومرة تندهن يوميا وتمشي نيني بلا ما ندير لكم ستوري ونصد عليكم راسكم الا ما كانت شي كود بروموسيون ولا يمشي يزيد يكبرهم. يستعمل بحال هاد الكلوسات تيعطيو فولوم زوين للفم وصافي، وتيبقى لي بضع ساعات بحال هكا الفم وصافي. المهم تيعطيك افي واحد السويعات تكوني خارجه معروضه اي حاجه. المهم ما تنساوش ما كانش شي روتين يستاهل انني نعاود لكم عليه. كاين كود برومو البنات ديال 40% بالكود برومو اكرام 40، بالكود برومو اكرام 40 لا اورديناتو من هاد السيت اللي تنطاقي لكم. وكما قلت لكم البنات ديال المغرب كما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي انتريسي لا الكلوس ولا لي برودوي كاينه 40%، وهاد 40% البنات راه ما تيديروهاش ديما، تيديروها غير في المناسبات، ودابا بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف دايرين. المهم الغزالات ديالي انا دابا غادي نمشي ندهن بحركه يدويه بسيطه بحركه ونمسح هاد الكلوس اختي ما تعرفي تزعط فيا شي جن في هاد الليل فهمتوا، رجعنا ثاني للسبيطار ما فينا ما يرجع. المهم الغزالات ديالي هذا مكان كما قلت وما تنساوش راكم ديما في القلب. باي باي. وما تنساوش التخفيض 40% راه ناقص تقريبا اكثر قريبا للنص باش تستافدوا. تهلاو ليا في راسكم، تصبحوا على الف خير، كنبوسكم بوسه كبيره كما تنقول لكم دائما وكنت كنقول لكم دائما ما تنساوش. يعني ستوك كما قلت لكم ما غاديش تعطل عليكم لا كوموند ديالكم، غتوصلكم في ظرف 24 ساعه، يعني ما غتعطلش عليكم لا كوموند ديالكم. المهم وكاين
بالنسبه للناس طبعا اللي عندهم الفلوس والكوراج، الكوراج ماشي على قضيه الفلوس، كاين اللي عنده الفلوس وما عندوش كوراج، اللي عنده الكوراج انه يمشي يدير عمليه التكبير الثدي، يمشي اختي يدير عمليه التكبير الثدي وراه يولي ليه الصدر من السيليكون، وما باغينش اصلا جسم غريب في الجسم ديالو. المهم هذا راه فيه الفين والفولين بنسبه كبيره، وفيه الحلبه كما قلت لكم كدهني به يوميا الا قدرتي صباح وعشيه، صباح وعشيه غادي يعطيك افي وغادي تنخلق لك صدرك من هنا عند تجربتي الشخصيه، لحقاش انا تنستعملو بمده وزمان. المهم الغزاله ديالي بالنسبه لي فيسو لي هونش، رانا وريتكم ديال لي فيسو لي هونش حتى هو نفس الشيء، هذا راه حتى لا سيلوليت. النمره ديال التليفون راه تنخليها لكم دائما لحقاش تساؤلات كثيره من بلاد ديال المغرب، النمره ديال التليفون راه تنخليها لكم، والانستغرام ديال المغرب ممكن حتى هو ديروا منه لا كوموند ديالكم. البنات اللي في المغرب راه ستوك كاين في المغرب يعني